ليفربول ضد نورويتش سيتي الشوط الاول. هنعمل ايه تاني يا جماعه؟ والله بجد احنا هنعمل ايه تاني؟ كميه فرص ضايعه مش طبيعيه مش طبيعيه. تشامبرلين خد حاجتك كده وروح ارسنال، لان احنا والله العظيم تعبنا منك يا ابني. والله العظيم صلاح النهارده عالمي عالمي. صلاح النهارده عامل فوق ال 500 مراوغه في الشوط الاول بس. والله العظيم النهارده يا جماعه صلاح عمل لعب بدفاع نورويتش سيتي، لعب فيهم كده، شغال يجيبهم يمين وشمال يمين وشمال، اللعيبه شغاله تقع قدامه كده بالكوامك. عمل كل حاجه النهارده صلاح. النهارده عمل 3 اسيستات ولا واحده فيهم استغلت، والثلاثه بيكونوا على خط الجول. يعني المسها يا عم، المسها يا عم، اي حد يلمسها غير التسديدات اللي بيعملها. وساديو ماني، ساديو ماني ده اللي هيموتني النهارده برضو. ساديو ماني كل كوره بيلمسها بتتقطع، بيقف على الكوره وهو راس حربه. الراس حربه ما بيقفش على الكوره، الجناح هو اللي بيقف على الكوره، فهو موجود في مكان مش مكانه. بس احسن حاجه في ساديو ماني انه بيدوخ المدافعين. عارفين ليفربول عملت كل حاجه، فاضل بس الهدف. نفسنا الشوط الثاني اشوفكم. لا 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 يا جدعان يا جدعان، خلاص بقى. بص هاتوا لنا ليدز يونايتد الماتش الجاي ان شاء الله. ليفربول ضد نورويتش سيتي، حرفيا ان الشوط الثاني اتفاجئت نورويتش سيتي جابت فينا الهدف، قلت بس هيدافعوا ب 11 لعيب، وفعلا هندافعوا ب 11 لعيب، ومع ذلك برضو سجلنا. كل المهاجمين سجلوا، ساديو ماني، محمد صلاح، ولويس دياز، وكله بقى يشوط، كله بقى يشوط عشان كله يسجل. بس جول ماني باكورد ولا اروع يا جماعه، ولا اروع. والاجمل جول صلاح، يا نهار اسود، لم الفريق تك 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 ورجع و... طب هي في البعيده، قال لهم انا مش هشوطها يمين، انا هشوطها في البعيده. لا 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 اقسم بالله. عارفين صلاح جاب الجول ازاي؟ صلاح لما جه يحتفل بالجول اول حاجه عملها بص لاليسون، قال له انت الوحيد اللي فاهمني يا ابني في الفرقه دي. اليسون بيعمل اسيست لصلاح. ولا الجول الثالث بقى لويس دياز، يا نهار اسود، هندرسون قال له خد جيب جول، لويس دياز هوب لب فوق الحارس على طول. اصل محدش يحلم يعني ليفربول ما بيخسرش في الانفيلد نادرا يعني، معلش سيبوني فخم في فرقتي. الماتش الجامد ده ايه يا جدعان؟ الماتش الجامد ده السيتي بتعمل كل حاجه في المباراه. السيتي ضد توتنهام، السيتي حرفيا عملت كل حاجه في المباراه. توتنهام مرتده واحده بتجيب جول. والله العظيم ماتش جامد قوي، ماتش جامد جامد يعني. لا وانا فرحان عشان انا ليفربولي بقى، ونرجع الدوري بقى لينا ولا ايه؟ اوف يا جدعان، لا 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 لا، السيتي عملت كل حاجه حرفيا، استحواذ وخطوره وكل حاجه. والسيتي بتجيب جول في الدقيقه 92 ضربه جزاء من على طريق رياض محرز، وتوتنهام بتجيب جول بعدها بدقيقتين في الدقيقه 95، انت متخيلين؟ لا 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 لا، هو توتنهام السنه دي غلب السيتي رايح جاي في ارض، في ملعبه وفي ملعب السيتي اللي هو ملعب الاتحاد. حرفيا كنتي في المرتدات ما عندوش يا مرحميني، عشان جوارديولا يستاهل. ليه ما نزلش رياض محرز من اول ماتش؟ لو كان نزله من اول ماتش على فكره كان فرق كتير جدا. بس كده، مبروك لجماهير توتنهام وهارد لاك لجماهير السيتي. اهم الاحداث اللي حصلت النهارده، ليفربول بيقصوا على نورويتش سيتي برمونتادا ولا اروع، الاهداف كلهم احلى من بعض، والماتش خلص 3-1. زياش بينقذ تشيلسي في الدقيقه 89 وبيسجل هدف الفوز، وارسنال بتفوز على برنتفورد 2-1. وفي ملحمه كرويه بين السيتي وتوتنهام، توتنهام بتقصوا على السيتي ب 3-2، مع ان السيتي هي اللي كانت بتلعب احسن بكتير. لك ان تتخيل ان السيتي 21 تسديده منهم جول واحد، والجول الثاني ضربه جزاء، وتوتنهام 6 تسديدات منهم 3 تجوال. لا 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 لا، فرق سرعات سيدي الرئيس. نيوكاسل بيتعادل مع ويست هام 1-1، وواتفورد بيفوز على استون فيلا 1-0 في ملعب استون فيلا، وساوثهامبتون بيفوز على ايفرتون 2-0، وبيرنلي بيفوز على برايتون 3-0. والله كره القدم دي غريبه. ده بالنسبه للدوري الانجليزي. اما الدوري الاسباني، اتلتيكو مدريد بتكسب اوساسونا 3-0، وسواريز جاب جول تحفه، وريال مدريد كمان بتفوز على الافيش 3-0، واسينسيو جاب جول تحفه، والميلان بيتعادل 2-2، وباريس سان جيرمان بتخسر 3-1 من نانت او نانت. اهم الاحداث اللي حصلت اليومين اللي فاتوا، ابو صلاح بترجع له البسمه من جديد بعد الفوز على انتر ميلان 2-0، وهو سجل الهدف الثاني في دوري ابطال اوروبا. وبكده صلاح مع ليفربول في دوري ابطال اوروبا، وبكده صلاح مع ليفربول في دوري ابطال اوروبا لعب 50 مباراه، سجل 33 هدف وعمل 10 اسيستات. فخر يا جدعان فخر. وزي ما قلت لكم، محمد صلاح بيكسر رقم كريستيانو رونالدو التاريخي. محمد صلاح بقى اول لاعب في تاريخ دوري الابطال بيسجل في 8 مباريات متتاليه خارج ارضه، كسر رقم كريستيانو اللي كان 7 مباريات بس. في الدوري السعودي، النصر بيفوز على الباطن 4-3، والاتحاد بيتعادل مع التعاون 1-1، والاهلي بيتعادل مع الفيحاء 1-1، والهلال بيقصوا على الشباب بنتيجه 5-0. وفي الدوري القطري، السد بيفوز على نادي قطر 1-0. وفي الدوري المصري، المصري وسيراميك كليوباترا 1-1. ايه كميه الماتشات اللي كلها 1-1 دي؟ وفي الدوري الاماراتي، العين بيفوز على بنياس 2-0.
وده كان رياكشن هالاند بعد ما كان فريقه خسران 4-1 في أرضه. هينزل ياكلهم؟ أخبار على السريع يا بقالي كتير أوي ما قلتش أخبار على السريع. رقم قياسي جامد جدا لأبو صلاح. محمد صلاح بيسجل في 8 ماتشات على التوالي في الشامبيونز ليج خارج أرضه يعني برا الأنفيلد، وبيكون أول لاعب في الشامبيونز ليج بيسجل 8 مباريات خارج أرضه على مدار التاريخ. أنت متخيل صلاح أول لاعب في التاريخ يعمل الحركة دي؟ كريستيانو رونالدو كان 7 ماتشات على التوالي خارج أرضه، صلاح عملها 8. شكرا يا أبو صلاح يا فخر. والله العظيم يا جماعة دي حاجة مش طبيعية يا جماعة، حاجة المفروض نفتخر بيها، أتمنى يعني الناس تفتخر بيها. روعة من روعات صلاح في السنسيرو. صفحة ليفربول منزلة صورة محمد صلاح وكاتب عليها محمد صلاح رجع عشان ينشر سحره. صلاح فاضل له هدف واحد مع ليفربول ويبقى سجل 150 هدف مع ليفربول، رقم خيالي حرفيا. روما في صورة واحدة، صلاح وزيكو وأليسون الثلاثة كانوا مع بعض في روما، ده طبعا بعد المباراة بتاعت امبارح. دومفريس لاعب انتر ميلان بيقول ان احنا ما نستحقش الخسارة ولكن احنا نقدر نسجل هدفين في الانفيلد. اخبار على السريع يا اسطى، الفيفا بيأجل مباراة الاياب بتاعت مصر والسنغال، بدل ما هي كانت تبقى 28 مارس بقت 29 مارس، يعني الذهاب هتكون في القاهرة يوم 24 مارس والاياب يوم 29 مش 28. نادي الاسماعيلي بيفسخ عقد المدرب براون بالتراضي بين الطرفين. المدرب ده لسه جاي على فكرة، المدرب جاي يوم 13 نوفمبر ومشي في 17 فبراير، ما كملش 3 شهور الراجل. ألابا او ناتشو واحد فيهم هيلعب في مركز الباك الشمال مكان ميندي ضد باريس سان جيرمان في مباراة العودة اللي هتكون في البرنابيو، لان ميندي طبعا مش هيلعب بسبب تراكم الانذارات. ففي حلين بس هما الموجودين، يا ناتشو يلعب يا ألابا يلعب، لكن انشيلوتي بيفكر ان هو هيلعب ناتشو بنسبة كبيرة جدا ويسيب ألابا مكانه في قلب الدفاع. الميلان نويها زي ما انت كده شايف الخبر. الميلان مهتم بالتوقيع مع ديميريا في صفقة انتقال حر في الصيف الجاي ده، فده خبر كويس جدا للميلان. اخبار السريع، صحيفة سبورت بتقول ان بريز رئيس ريال مدريد قعد مع وكيل ووالد ايرلينج هالاند ووصلوا لاتفاق. يا ترى ايه هو الاتفاق؟ يا لهوي لو هيجي ريال مدريد. الخبر التاني الصادم ان باريس سان جيرمان اقترحت على مبابي انه ياخد في الاسبوع راتب 1,200,000 استرليني. 1,200,000 استرليني في الاسبوع مبابي، كل ده عشان يجددوا له عقده لمده موسمين، ولو ده حصلت هيبقى مبابي اغلى لاعب في العالم يا جماعه، يعني ده هيبقى اغلى في التاريخ مش في العالم بس. نادي تشيلسي قدم عرض لروديجر عشان يجدد عقده بقيمه 170,000 يورو في الاسبوع عشان يبقى اغلى مدافع في تاريخ النادي، ومع ذلك انا برضو مش متوقع ان روديجر هيكمل في تشيلسي، مش متوقعها يعني. تعالوا نضحك شويه على اتحاد الكره المصري بتاعنا الجميل. يعني في 2 اغسطس 2021 اقاله شوقي غريب بالمنتخب الاولمبي، بعدها بشهر عوده شوقي غريب لقياده المنتخب الاولمبي، بعدها بثلاث شهور اقاله شوقي هو لعبه يا جدعان. اهم الاحداث اللي حصلت اليومين اللي فاتوا في الدوري المصري، الزمالك بيخسر من سموحه 2-0 بقياده المدرب احمد سامي اللي في شهر واحد خسر الاهلي 3-0 في كاس الرابطه والزمالك 2-0 في الدوري. باريس سان جيرمان بتفوز على ريال مدريد 1-0 في دوري ابطال اوروبا، والسيتي بتكسب 5-0 سبورتنج لشبونه في ارضهم مع الرقفه طبعا، وابو المحاريز عامل اداء اسطوري حرفيا في اخر 9 مباريات مع مانشستر سيتي، سجل فيهم 9 اهداف وعمل 4 اسيستات. طالما جبنا سيره باريس سان جيرمان وريال مدريد ما ننساش اشرف حكيمي وهو حاطط فينيسيوس جونيور في جيبه، بص فينيسيوس عامل ازاي. في الدوري المصري فاركو بتكسب 1-0 انبي، وبيراميدز بيكسب الاسماعيلي 1-0، ودي تقريبا اسوا انطلاقه في تاريخ نادي الاسماعيلي بعد مرور 9 جولات ما حققش ولا فوز في الدوري، يعني لعب 9 ماتشات 6 هزائم و3 تعادلات، وحاليا هو في المركز الاخير في الدوري. اعتقد دي اسوا انطلاقه للنادي الاسماعيلي على مر التاريخ. اخبار على السريع، علي مبخوت في الدوري الاماراتي بيصبح هو الهداف التاريخي للدوري الاماراتي، سجل فيهم 176 هدف. علي مبخوت سجل 139 هدف بالقدم اليمنى، 21 هدف بالقدم اليسرى، و15 هدف بالراس، وتقريبا فاضل جول جابه بصباعه تقريبا ولا بكتف ولا باي حاجه. يعني يورجن كلوب في تصريحات بيقول محمد صلاح وساديو ماني عمرهم ما بيشربوا كحول، فبالتالي اول ما خلصوا بطوله افريقيا رجعوا جاهزين، يعني رجعوا مش تعبانين خالص بيتعافوا بسرعه. نادي بيراميدز بيكرم عبد الله السعيد تقديرا لمسيرته الدوليه مع منتخب مصر. نادي بيراميدز في الموسم ده في الدوري المصري لعبوا 8 مباريات 6 انتصارات و2 تعادل، ما خسروش ولا مباراه،
من الثمان مباريات 4 منهم كلين شيت وسجلوا في الدوري 17 هدف واستقبلوا 5 اهداف فقط. ده بيراميدز في الدوري المصري الموسم ده. مصطفى فتحي في مباراتين مع التعاون سجل 3 اهداف، 2 ضد الرائد و1 ضد الاتحاد. بيبدع في الدوري السعودي مصطفى.